أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
فادخلي في